السلام عليكم. شو بيرديزات كالعادة، رانا ولينا نتكلموا على خاصة هذا المقابلات تاع الشامبيونز ليغ، وين شنا ايدهوفن مع برشلونة، وين المقابلة هذه اللي شنا الشوط أول كان صعب بالنسبة للبارسا، وين ايدهوفن وقف ند للند أمام برشلون، أمام نجوم برشلون، أمام ميسي، أمام سواريز، أمام لاعبين كبار تاع البارسا، وين خلق مشاكل كبيرة لبرشلون، وين شد مع البرشلون حتى الدقيقة 60، وخلق مشاكل خاصة في الشوط الأول، خاصة في الشوط الأول، وين عرف كيفاش يغلق المنافذ في وسط الميدان، وين شفنا كيفاش غلق المنافذ كاع اللاعبين تاع البارسا، وين شفنا ميسي ما شفناش بزاف في الشوط الأول، رغم أن الفرص كانت ضائعة بالنسبة للبارسا وإيدهوفن، لكن البارسا في الشوط الثاني عرف كيفاش يروض إيدهوفن ويسجل عليه في الدقيقة 61 ميسي بهدف جميل، وشلنا فانيك بيكي كيفاش في الدقيقة بعد 9 دقائق الهدف الأول جاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب المدافع اللي معروف بالنزعة، الهجومية تاعو، وشلنا كيفاش بيكي كيفاش يسجل بزاف أهداف مع البارسا، شلنا في الدقيقة 70 وين بيكي عرف كيفاش يسجل الهدف الثاني، وكان كما يقول لك كانت المقابلة 0-0 شوط أول. شنا مقابلة كانت حماسية كبيرة، كانت إيدهوفن كانت باغية تدير نتيجة مع البارسا، نتيجة مشرفة مع البارسا، لكن البارسا عرف كيفاش يروض هذا الفريق، وعرف كيفاش يسجل عليه هدفين بطريقة جميلة، عن طريق ميسي، وعن طريق بيكي اللي عرف كيفاش يسجل هدف ثاني، وشلنا كيفاش دومينيك كيفاش سجل الهدف الشارب في مرمى تاع البارسا، اللاعب هذا تاع ايدهوفن عرف كيفاش يسجل الهدف، هدف شارب في مرمى تاع البارسا. يعني نقولوا باللي اليوم البارسا منعت من التعادل امام فريق اللي كنا نشوفوا باللي البارسا في الشوط الاول رايحه تفوز ب3، لكن كان العكس، وهذا هو الاحتراف، هذا هو هذه هي اوروبا، الفرق الاوروبيه كل واحد عنده التقاليد تاعو، كل واحد عنده الشخصيه تاعو، خاصه اللاعبين من يتلاقاو مع فريق كبير مثل البارسا، حتى ايدهوفن في فانيك فريق كبير، وفانيك بارسا فريق كبير، كان لي فريق كبير في كيما نقولوا حنايا مكادي 1800 ولا كبير، بصح كاين فرق لي كبيره بالالقاب، البارسا كبيره بالالقاب، التاريخ تاعها يحكي عليها بالالقاب، على اللي نقولوا فريق كبير، فريق يكون محترم بالنسبه وين ما يروح الفريق هذا يكون محترم. اليوم شلنا البارسا كيفاش عرف كيفاش عرف كيفاش يفوز بطريقه ذكيه، نقولوا عليها ذكية، في الشوط الثاني في الدقيقة يعرف كيفاش يمتص الحرارة تاع اللاعبين تاع ايدهوفن، وعرف كيفاش في الدقيقة 61 ميسي يسجل هدف، شلنا كيفاش ايدهوفن اللاعبين كيفاش حوسوا باش يعدلوا النتيجة، وشلنا كيفاش البيكي يخادع الدفاع تاع ايدهوفن وسجل هدف ثاني، وكانت الضربه القاضيه خاصه امام البارسا، تسجل لك 2 اهداف قليل، وين البارسا تعاود تقاليزي لها بالدفاع تاعها، بخط وسط الميدان تاعها، تغلط ترمي كل شيء في الـ في الـ في الهجوم، راه عندها هجوم قوي، وين تلعب لك لي كونتر اتاك خاصه ميسي، خاصه وين اللي يسجلوا لك اهداف، على ذيك صعيبه باش تعاود تولي النتيجه امام فريق قوي. صحيتو، ربي يحفظكم، والبارسا تاهلت رسميا. صحيتو.